معظم اللي بيشجعوا انا النادي قلت الاهلي لا، قلت اصل اللي مشجع النادي الاهلي ما بيفهمش كوره، عايز ماليش في الكوره. بطولات. بص يا كابتن معلش انا اسف، يعني هو انت حضرتك مش نجم مصر، هل تقارن بمشجع ما عرفش حاجه عن الكوره او ما لعبش كوره او ما مارسهاش لا او لا، لعب ده حاجه؟ حاجه وده حاجه. طيب ما في بقى جمهور النادي الاهلي المتابع قوي قوي هو نفس عدد جمهور نادي الزمالك، لان جمهور الزمالك معظمه او طب انت جبته 100% منين؟ كله انت عملت احصائيه دي ازاي؟ جبتها منين؟ انت شوف اي واحد هيقول لك زملكاوي هتلاقيه عارف تاريخ نادي الزمالك ببطولاته بفرقه بمين اللي بالعكس، انا بيلعب. قابلت ناس كتير جدا مش عارفه تاريخ نادي الزمالك مستحيل يا كابتن، ولا تعرف مين اللي ماسك نادي الزمالك. ممكن شوقي شوقي اتفضل شوقي، اتفضل يا كابتن. الزمالك كسب كام بطوله في كاس مصر؟ الزمالك اللي قال لك في الكنترول قال لك مين؟ اوعى حد من جنبك، الكنترول؟ اوعى لا حد من جنبك الكنترول يغششك. اللي قال لك، الكنترول حسام اللي قال لك ولا مين؟ لا لا، بس انا بعرفك انك انت ممكن تكون مش عارف. فعلا صح. طيب شفت بقى، تقول لي اسال اي واحد يقول لك مش عارف ايه وبتاع.